بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم فارس بن راشد بن سالم الحجري من سلطنة عمان. نحن حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة أهدافنا لنشر هذه النعمة العظيمة على الأمة البشرية من الأمة الخليجية والإسلامية والعربية والأمة البشرية أجمع. نفع للبشر لأن هناك شيء بسيط لكن يحمل أسرار عظيمة جدا، وهي النعمة من الله سبحانه وتعالى. فالحلقة الثالثة والأخيرة من حلقة مادة الهيدروجين وما يدل من دلالات علمية أنها تفرز من خلال الماء الساخن حتى لتوفير لنا الصحة الوفيرة لتحقيق الصحة والعافية بإذن الله تعالى. الماء الساخن وقدرته على تغذية أجسام بالهيدروجين والأكسجين للأسباب سلفا التي ذكرنا قبل قليل في الحلقتين السالفتين، فمن هنا نكتفي بالاستدلال العلمية حول قدرة الماء الساخن على تغذية جسم الإنسان بالهيدروجين والأكسجين على النحو التالي: عند الالتزام الكلي بالتطبيقات الصحية والعلاجية الست للماء الساخن، أي وهي أولا الإيمان بفوائده يعني الماء الساخن، ثانيا التطبيق، ثالث الاستمرار، رابع التقدير، خامس المواظبة، سادس فهم مزاياها بقدر ما تستطيع. فإن الحرارة في الماء الساخن وهي المصدر الأساسي لإنتاج الطاقة، فتقوم الأنزيمات وهي المعروفة كمواد بروتينية أي الأنزيمات لهضم الأطعمة وتنبيه المخ وإعطاء الطاقة الخلوية وتجديد وإصلاح جميع الأنسجة والأعضاء والخلايا. فتقوم هذه الأنزيمات بكسر الأكسجين والهيدروجين في الماء الساخن، ويتغذى الجسم من الأكسجين لتحسين الدورة الدموية وضبط كمية الماء في بلازما الدم، والذي من المعروف بأن بلازما الدم غالبا يحتوي على نسبة 92% وهكذا تحسين دور الرئتين والجهاز العصبي أي المخ الذي يستوعب على نسبة 20% من الأكسجين، وهي الأعلى من جميع أعضاء الجسم بما في ذلك الرئتين. أما الهيدروجين فتتغذى الأهواض الهيدروجينية منها الكبد الذي يخزن أكبر كمية من الهيدروجين، وكذلك الطحال والأمعاء والكليتين تخزن الهيدروجين، بل الكبد يخزن أكبر كمية من الهيدروجين. لماذا؟ لأن كما هو معروف أن يقوم الكبد بعملية تصفية الجسم من السموم، وبذلك يعتبر الهيدروجين كمادة الأكثر قوة فعالة مضادة للأكسدة أي مضادة للسموم، كما هو أيضا يلعب دورا هاما في عملية التقدم بالسن أي علامات الشيخوخة مثل التجاعيد، مثل ضعف الجهاز المناعي، سهولة الإصابة بأمراض، كل ذلك يكون نتيجة استنزاف حوض الهيدروجين أي أحواض هيدروجينية منها كمان في الكبد وفي أعضاء أخرى. وعندما يحصل استنزاف من الهيدروجين تحصل علامات الشيخوخة أي علامات التقدم بالسن. وبذلك فهذا الاكتشاف العلمي الذي تواصل إليه أخوكم من سلطنة عمان بأن الماء الساخن هو المصدر الأساسي لصحة للحياة الصحية، بينما كما هو معرف بأن الماء مصدر للحياة، بالتالي يكون الماء الساخن مصدرا هاما للحياة الصحية، والحياة الصحية لجميع جوانب الخلق الإنسان أي الصحة الجسدية والصحة النفسية والصحة الذهنية أي العقلية والصحة الروحية. نسأل الله تعالى التوفيق لكم. نكتفي بهذا المختصر بهذا العلم المختصر لأن لا نستطيع تغطية كل المعلومات خلال حلقة مختصرة. نسأل الله تعالى الصحة الوفيرة لكم ولأعزائكم
جميعا تنعمون بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد. أخوكم فارس بن راشد بن سالم الحجري. مع السلامة.